السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حصة اليوم سوف نتعرف على مقام جديد وهو المقام الخماسي باللغة الفرنسية لا كامبونتاتونيك. سبق وتعرفنا على المقام الكبير والصغير، الآن سوف نتعرف على المقام الخماسي وما المقصود بالمقام الخماسي وما النغمة التي يتميز بها المقام الخماسي. إذن كالبداية سوف نستمع العمل الموسيقي التالي ونلاحظ إلى أي منطقة جغرافية ينتمي هذا العمل، هل هي منطقة الريف أم سوس أم المنطقة الشرقية؟ إذن الجواب إنها موسيقى مغربية سوسية. ما الذي مكننا من معرفة أنها موسيقى سوسية؟ طبعا هناك طبيعة الآلات الموسيقية، هناك الإيقاع وهناك اللحن كذلك، فيدت نغمة سوسية معروفة لدى جميع المغاربة. الآن لنشاهد المقطع التالي. الآن السؤال، هل تم عزف نفس العمل الموسيقي السابق بطريقة صحيحة؟ وماذا نلاحظ؟ إذن بعد الاستماع لاحظنا أننا احتفظنا بنفس النغمة ونفس اللحن للموسيقى التي كانت معزوفة سابقا، وأثناء العزف لاحظنا أننا قمنا بالعزف بالعلامات التي توجد بالأسود أو الملامس السوداء لتشنق في آلة البيانو. نريد مقطع فقط. إذن تم عزف نفس العمل الموسيقي بطريقة صحيحة، لكن مع العزف على العلامات السوداء من ملامس البيانو فقط دون استعمال أي علامة بيضاء. الآن نشاهد المقطع التالي. إذن السؤال، هل تم عزف المقطع بطريقة صحيحة؟ وهل أحسسنا بالنغمة السوسية؟ إذن كما لاحظنا بعد الاستماع فإن النغمة تغيرت، أي لم نحتفظ بالنغمة السوسية، وأثناء العزف لاحظنا أننا استعملنا الملامس البيضاء دون استعمال الملامس السوداء. إذن لم يتم عزف المقطع بطريقة صحيحة وكان هناك استعمال الملامس البيضاء فقط. الآن نشاهد المقطع التالي.
إذن لاحظنا أننا قمنا بعزف بملامس بيضاء دون سنة سوداء، لكن عادت نغمة السوسية من جديد. لكن عند العزف لم نقوم بعزف هاتين العلامتين، لم يتم لمسه. إذا لاحظنا هنا في آلة البيانو دو ري مي فا صول لا سي مثلا، نقول أن هذه أكتاف أو ديوان يتكون من 7 علامات تعاد 7 7 إلى غير ذلك. في 7 علامات هناك 5 علامات بالأسود. إذن بما أن لدينا الديوان يتكون من 7 علامات بالأبيض ونحن لم نقم بعزف 2 منها، إذن فكم تبقى لنا من العلامات البيضاء؟ طبعا تبقى لنا 5 علامات بيضاء. كذلك في الديوان هناك 5 علامات بالأسود. تم عزف المقطع بطريقة صحيحة باستعمال ملامس البيضاء فقط، ويلاحظ أن هناك علامتين لم يتم العزف عليها بتاتا أو عليهما بتاتا. إذن عدد العلامات في الديوان في اللون الأسود قلنا سابقا أنها 5 علامات ذات لون أسود في الديوان واحد، وعدد العلامات البيضاء 7 في المجموع ذات لون بيضاء في الديوان واحد. إذا حذفنا العلامتين التي لم يتم العزف عليهما، إذن كم تبقى لدينا؟ طبعا تبقى لدينا 5 علامات. إذن هذا المقام يشتمل فقط على 5 علامات، لذلك يسمى بالمقام الخماسي. سواء عزفنا بالملامس البيضاء أو السوداء، إذن فإننا نستعمل 5. المقام الخماسي هو مقام أصله من الصين، ظهر منذ ما يقارب 4500 سنة، وهو أقدم من المقام السباعي. المقام السباعي أي ذو 7 أصوات، أي أننا نستعمل جميع ملامس البيانو. يستعمل المقام الخماسي في الموسيقى المغربية، خصوصا السوسية والغناوية، كما يستعمل في الصين ونواحيها أو في القارة الأفريقية وفي الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في الدول الأسكندنافية. الآن نستمع إلى المقاطع التالية. إذن لاحظنا أننا عندما حذفنا الدرجة الثانية والسادسة حصلنا على نغمة سوسية أو نغمة صينية. الآن نعيد قبل حذف الدرجة الثانية والسادسة. وبعد حذف الدرجة السادسة. إذن قبل حذف الدرجة السادسة كان لحن عادي جدا في مقامنا الصغير، أما بعد حذف الدرجة الثانية والسادسة فقد حصلنا على النغمة السوسية أو النغمة الصينية. الآن نمزجنا المقام الخماسي. نموذج من الدول إذن كخلاصة، المقام الخماسي لاغام بون تاتونيك، المقام الخماسي هو مقام موسيقي يتكون من 5 درجات صوتية، وهو يعد أول سلم عرفته الإنسانية، حيث استعمله الصينيون منذ ما يقارب 4500 سنة.
يستعمل المقام أو يستعمل مقام الخماسي في الموسيقى عدد من الشعوب أو من شعوب العالم، خاصة آسيا أفريقيا دول الإسكندنافية الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية، كما يستعمل في الموسيقى المغربية خصوصا في الموسيقى غناوة والموسيقى السوسية. إذا في الموسيقى غناوة كذلك فنحن نلاحظ نغمات المقام الخماسي. ينقسم السلم الخماسي إلى عدة أنواع، طبعا هناك العديد من أنواع المقام الخماسي، كل المقام له نغمة خاصة تميزه. سنتطرق الآن لدراسة واحد منها يدون على الشكل التالي. إذا يبتدئ المقام الخماسي الذي تعرفنا عليه في درسنا هذا بغي وينتهي بغي. نلاحظ غي مكان مي فارغ، فا صول لا مكان سي فارغ دو غي. إذا فقد حذفنا الدرجة الثانية والسادسة، رغم حذف الدرجة الثانية والسادسة لكن أبعادها ستبقى معدودة كذلك في المسافة. إذا بين غي فا مسافة فيها بعد ونصف، فا صول بعد، صول لا بعد، عادة لا سي بعد، سي دو نصف بعد، لكن مع حذف سي بقي بين لا ودو بعد ونصف، كذلك ودو وغي بعد. إذا لكي يكون لدينا مقام خماسي الذي تعرفنا عليه اليوم لابد من احترام الأبعاد التالية: بعد ونصف، بعد، بعد، بعد ونصف، بعد. إلى هنا ينتهي درسنا، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا اليوم في درسنا هذا. إلى الحصة المقبلة إن شاء الله، وشكرا على حسن إصغائكم.